طيب بدنا نبدأ إن شاء الله بالماشين ليرنينج. بدنا نفتح هذا السايت على الووردبريس، وفي أنا عندي هذا الارتيكل، في عندي الاوتلاين، في عندي الاوتلاين، احنا خلصنا الانترودكشن للداتا ساينس، حكينا في بداية الكورس شو معنات داتا ساينس، بيج داتا، ماشين ليرنينج، داتا مايننج، داتا فيجواليزيشن او داتا اناليسيس، كل هاي الشغلات. خلصنا البايثون تمام، وحنبدا في الانترودكشن في الماشين ليرنينج، بعديها حنمشي على فيجواليزيشن، بعديها حنرجع انترميديت ماشين ليرنينج، وبعديها حنشوف كيف ممكن نلعب بالبيانات باستخدام الباندا، بعديها حنروح على ديب ليرنينج، وهنا راح يكون في عنا في النهاية ان شاء الله حنحل او نشتغل على بروجيكتس وتشالنجز. فحنبدا في الماشين ليرنينج تمام. فهنا بدنا نفتح هذا الرابط على الكاجل، يعني هنا في هاي انه اول جزئيه اللي هي سيت اب يور ماشين فور داتا ساينس، هذه اوريدي خلصناها. هنا بدنا نبدا نشتغل على منصه الكاجل تمام. بدنا نفتح هذا الرابط، بس خليني انا بفضل ان افتحه بالفايرفوكس، لانه في الكروم باعدادات اللغة بروح بيع، يعني بعرض لي اياه يمين شمال شمال يمين، فعشان هيك برضو اذا انتو عندكم يعني نفس الاشكالية انه تشتغلوا على فايرفوكس او اي براوزر تاني. ايش هو الكاجل؟ الكاجل هو عبارة عن بيت الـ Data Scientists، هو عبارة عن الهوم للـ Data Scientists. فعلياً الكاجل كمنصة بقدر إن أنا أنشئ فيها حساب من البداية تمام؟ الحساب هذا بقدر أدخل بجوجل أو فيسبوك تمام. هنا انا عندي في الساين ان، اعتقد انه انتم بتقدروا تدخلوا ب نعم بالضبط. فانسب طريقه انه احنا نستخدم جوجل، فيش داعي انه احنا ننشئ حساب، فخلص بياخذ اعداداتي وبروفايلي من جوجل وبدخل هناك. ايش المكونات تبعته؟ خليني ابدا من هنا، مش من الكومبيتيشنز، بدي ابدا من الداتا سيتس. الداتا سيتس هذا هو عبارة عن مستودع للبيانات، والبيانات هذه بيانات حقيقية تمام، ممكن ان انا اشتغل عليها. فلو ضغطت هنا على الداتا سيت او داتا سيتس تجيني كل البيانات، وهنا فينا عندي فلتر، ممكن اعمل فلتر على البيانات حسب انه قديش هي hottest او الموست votes او new updated usability، كل هاي الشغلات بفلترها. اي نوع بيانات بخطر على بالي ممكن انه انا ادور عليه. يعني على سبيل المثال طلع لي على البيانات هذه، مين البروفايدر تبعها؟ جوجل، جوجل لاند ماركس داتا سيت. فبالتالي المطلوب انه نعمل ليبل للفيموس او نوت فيموس لاند مارك في الايمجز. باجي بطلع على الصورة زي هيك، انه بحدد انه هذا اللاند مارك انه هذه مشهورة او مش مشهورة. يعني على سبيل المثال حطيت صورة لبرج ايفل، حطيت صورة لايش وكمان هذا كمان بتسجل. لو حطيت صورة مثلا للسوبر ماركت اللي جنب بيتكم، فهذا الاشي مش فيمس تمام. فهذه الداتا سيت، وهي الفورمات تبعها، انه انا عندي صور زي هيك
بقدر انه انا اطلع على هاي الديسكريبشن تبعها. تمام. طبعا الداتا ساينتست بيقضي وقت كبير انه هو يفهم الداتا سيت، هذه هي وظيفتك، انه انت لازم تفهم الدومين تبع الداتا سيت، ايش الاتريبيوتس اللي موجوده فيها وكل هاي الاشياء. طبعا في تشالنج مرتبط بهذه الداتا سيت اللي هو جوجل لاند مارك ريكوجنيشن تشالنج. تمام. فهنا الداتا سيت كونستراكشن، كيف هم لموها، كيف جابوها، هذه اللايسنس والريفرنسز، والداتا سيت عباره عن 107 ميجا بايت. فانا عندي هنا البوكسز، هذه معلومات عن البوكسز اللي هي الباوندريز تبعت الاوبجكت اللي انا بدي اعمل فوكس عليه في الصوره. لانه في الصوره مثلا انه انا بدي اعمل انه بديش كل الصوره، بدي منطقه معينه. تمام. وهي البيانات انا عندي مقسمه لترين وتست. تمام. لو استكشفنا بيانات ثانيه، crimes in Boston، Goodreads، فينا عندي كتير بيانات حنرجع لها. تمام. ممكن انا احمل داتا سيت واشتغل عليها. للداتا سيت هذه في لي الخيار انه انا احطها private او public. تمام. هذا بخصوص الداتا سيتس. فبالتالي انه هي عباره عن مستودع للداتا سيتس بالاضافه ل كيرنلز. ايش المقصود بالكيرنلز؟ هذا المصطلح يفترض انه احنا فاميليار معاه، لانه النوت بوك او الجوبيتر نوت بوك انه بتعامل معاه ككيرنل. تمام. فهدول عباره عن كيرنل، هذا بي واي، بي واي بايثون، في منها ار، لغه الار، هذه لغه ثانيه للداتا ساينس، تمام. يعني هذا الكيرنل انه convolution neural network tutorial. لو اجينا فتحنا اي واحدة نفتح هذا CNN هنلاقي انه هي عبارة عن نوتبوك عادي زي اللي احنا تعودنا عليه، بس وين بيشتغل على الكلاود. وهذا الحلو في الموضوع، لانه الكاجل تعطيني هنا في الكيرنل هذا الكلام، انه حورجيكم اياه هنا في الكيرنل، واروح على documentation، بنزل تحت هنا على الـ specifications، technical specifications. ايش بتعطيني؟ بتعطيني 9 ساعات من الـ execution، 5 جيجا من الديسك، بالإضافة هذه permanent، معنى ذلك أنه أنا ممكن أحفظ الشغل عليها ويضلوا على الـ cloud. 5 جيجا لكل kernel، لكل notebook. انت عملت 10 نوت بوك، يبقى اخذت 5 في 10، كل واحده لها منفصل بالضبط. وهنا 16 جيجا تمبروري، معنى ذلك انه بتكون شغاله فقط مع 9 ساعات. بعد التسع ساعات هدول بروحوا بيعملوا ريسيت للسيشن، لانه خلص لازم يكون في ليميت للسيشن تبعتي. قديش بعطيني سي بي يو؟ بعطيني 4 كورز سي بي يوز و16 جيجا رام، احسن من اللابتوب تبعي. انا عندي 8 جيجا. نعم. هذا لا، الكولاب بدي لك 16. هاي في عندي مقارنه هنا، حنرجع نشتغل على الكولاب. في عندي مقارنه هنا هنا بتدي لك 13 والكاجل بدي لك 16 كسي بي يو ميموري. تمام. انه هذه 13 وهذه 16. الكولاب وضعه كتير كويس، الكولاب بدي لك 12 ساعة، هذا 9 ساعات. يبقى احسن من اللابتوب تبعي. اللابتوب تبعي عندي 8 جيجا بس. تمام. فبالتالي ما حدش له حجة انه هو ما يشتغلش مشاريع. خلاص انت عندك ممكن امكانيه انه انت تشتغل مشاريع على الكلاود. مش بس هيك، ايش بدي لك؟ بدي لك جي بي يو. نعم. تمام. والجي بي يو في 13 جيجا من الرام الاضافيه، لانه في عندك
رام للسيستم وبالإضافة للجي بي يو. فهذه هي الكيرنل، انه بشكل ممكن انه نعمل كيرنل نيو كيرنل هنا، هاي كيرنل، واختار هنا نيو. فالنيو هنا بيعطيني خيارين، انه نعمل سكريبت زي ما كنا نكتب في البي شارب، وفي انا عندي النوت بوك، طبعا المفضلة انا عندي نوت بوك. فهنا هاي السيشن بحكي لي انه الجي بي يو اوف، بجيب لي قديش استهلاك من الذاكرة، 177 جيجا من ال 16، والديسك قديش انه انا يعني حاجز 200 جيجا اللي هي الانفايرمنت تبعت الانستليشن فيها البايثون من ال 5 جيجا. طبعا هنا في خيارات انه الجي بي يو اوف باي ديفولت، هاي انت عندك عدادات هنا قديش استهلاك السي بي يو، قديش استهلاك الرام، والجي بي يو هيو اوف، ممكن اعمله اون. تمام، وإذا أنت كنت بحاجة لإنترنت كونكشن إنه أنت تجيب بيانات أو تعمل فيتش لباكجز أو أي شغلة من الإنترنت، هاي بتفعل اتصال الإنترنت. فري. تمام؟ فهنا ممكن إنه أنا أعمل أي كود عادي from tensor flow import او import TensorFlow as TF. وكمان ممكن اعمل import للسايكت ASCII learn، وبدنا نشوف الفيرجنز هدول التنتين تبعتهم، هاي print TF. تنسر فلو 1.14 والسايكت 21. طبعا التنسر فلو 1.14 هذه الموست ستيبل، فينا عندي نسخة 2 بيتا ممكن انه احنا ننزلها، والسايكت اعتقد 22 اذا انا ما كنتش غلطان، فممكن نتأكد منها هنا عشان انه نشوف. قديش الليتست فيرجن في الاسكيلر؟ اللي هي فيرجن 21، فيرجن 21، فبالتالي هي latest. تمام، فهذا هي الكيرنلز اللي موجودة في الكاجل. تمام، بعد ما أخلص الكيرنلز فيها شغلتين، بدمج بين شغلتين، بين الجيت هاب، بين الكود فيرجنينج إن صح التعبير، وبين النوت بوك الجوبيتر نوت بوك. فبالتالي انا عندي كل تعديل في الكيرنل ممكن اعمل له كوميت، فبالتالي بحفظه كفيرجن. فهي هذه كوميت، فحافظ لي اياه فيرجن 1 او ببدا بفيرجن 0، اعتقد فيرجن 1 لسه بعمل كوميت، بيطلع لي في الاخر تحت هنا انه هاي فيرجن 1 بهذا الشكل. هذه ممكن اسميها انه تيست كيرنل. تمام، هاي بخصوص الكيرنل اللي احنا هنشتغل عليها. فهذه الكونفولوشن نيورال نتورك، فبالتالي هذه عباره عن سيل انبوت، هاي الاوتبوت تبعها input output زي الكيرنل زي الجوبيتر اللي احنا تعودنا عليه. طب نرجع للكاجل، هنا شفنا الداتا سيتس وشفنا الكيرنل، بدنا ننتقل هنا للكومبيتيشنز. ايش الكومبيتيشنز؟ انت في عندك منافسات ممكن انه انت تدخل فيها، هنا فيها جوائز ممكن تشتغل فيها لوحدك او ممكن تشتغل فيها كتيم. انت مش هتخسر اشي، تكتسب خبرة. تمام، ادخل بقلب قوي حتى لو الترتيب تبعك طلع في الاخر في الاخر. تمام، مين اللي بينزل هدول الكومبيتيشنز؟ هذه جائزه $100,000، هذه $50,000. في عندك
مئة ألف داتا ساينس داتا ساينس داتا ساينس هذا مش تدريب مش تدريب ميداني. 29 فريق قاعدين شغالين عليه. واللي بيحصل احسن نتيجه باخذ ال 700 ال 100000. هذه هي لو اطلعت على التفاصيل تبعتها انه بتكون مفتوحه هذه 12 دايز اجو، هذه نازله لها 12 يوم في تايم لاين. هاي تايم لاين، التايم لاين انه ستارت ديت 25 هذه مخلصه. بس هنا نيجي نطلع على الفتره الاند ديت من 9 من 25 9 ل 2018 ل 15 7 هذه لها 12 يوم مخلصه، لها 12 يوم مخلصه. كيف؟ submission deadline 1/8/2016 2019، فبالتالي من شهر من سبتمبر لاوغست يعني تقريبا ليناير يعني يعني هذه على سبيل المثال انه 2 sigma using news to predict stock movement. ايش يعني؟ بدنا نتوقع حركه، بدنا نتوقع اسعار الاسهم حسب الاخبار. عشان هيك مهم جدا انه انا كديتا ساينس كديتا ساينتست انه انا ادخل في الدومين. حكيت اسعار الاسهم، طبعا اللي بيشتغل في الاسهم انه انت ممكن تربح من الاسهم بطريقتين، يا بتضارب بتبيع وبتشتري، بنزل بتشتري بيرتفع بتبيع او بتضارب. ايش يعني بتضارب؟ تعمل شغلة عشان تنزل السعر او ترفع السعر. ايش الشغلات اللي انا بسويها؟ هذه الشغلات مش حرام، مش 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 مش, مش شرعية. يعني بمعنى انه انت عندك مثلا سهم في الحديد والصلب، تمام، وبتيجي بتقول انا والله سمعت انه الحكومة بدها تأمم الحديد والصلب، الحكومة بدها تأمم الحديد والصلب، الحق بيع 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 بيع، الناس كلها بتبيع بنزل السعر، فبروح انا بقش الكميه كلها. هذا صح، اما الداتا ساينس هو مش صح، تمام. ف ف ف هاي 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 انه انت بدنا تشوف هلقيت الاخبار هذه، بدنا تشوف العلاقه بين يعني شغلات ما لهاش علاقه مع بعض. فعليا هذا تشالنج، تحدي، انه انا اجمع الاخبار واشوف احللها واشوف ايش علاقتها انه السهم حيرتفع ولا حينزل، وخاصة في الشغلات هذه هاي مطبقة على الاسهم، مطبقة كذلك على العملات الرقمية. والله فيسبوك طلعت عملة رقمية اسمها ليبرا وخلص العالم كله حيقلب عملة رقمية، بيرتفع الاسعار. هذه اخبار سببت في رفع سهم معين. بيجي بقول لك والله حكومة الصين وحكومة مش عارف ابصر ايش عملوا مش عارف ابصر ايش، ف بنزل السهم او بيطلع، بنزل السعر او بيطلع ثاني، تمام. فهذه unstructured data من عده مصادر بدنا نحللها عشان انه نعمل prediction. طيب مين الشركات اللي كمان اللي بتجيب هنا في بتحط بيان يعني انه في challenges؟ هذه research وينها؟ هذه من اي تريبل اي، هذه بلاي جراوند، هاي في شركات كبرى. شركات كبرى زي ايش مثلا؟ مايكروسوفت بتحط، جوجل بتحط، بوكينج، عارفين البوكينج؟ اكسبيديا، تريفاغو، بي ان بي، اير بي ان بي. لا هذه حجوزات اوتيلات، مش اوتيلات، انا عندي بيت في عندي غرفه زياده باجرها، يعني بتكون ارخص من الاوتيلات. فندور مثلا على هذه الكيو كورا، عارفين كورا؟ بيانات
هذه مين مطلعها؟ جوجل. هذه ايش؟ ما احنا بعد ما نخلص بدنا نشارك، بس احنا بنتعرف على المنصة، نتعرف على المنصة لسه. طب نشوف امازون ايش منزله تشالنج. اكيد في تشالنج ماضي من امازون، فممكن هنا اعمل امازون، بس هذا له 6 سنوات. نعم، في اعمل بحث في اشي، اي اشي بخطر على بالك. ما فيش ناسا، ممكن انه شركات كبرى من شركات التك، زي ايش مثلا؟ انتوا ملاحظين جوجل بدك تبحث في الصور، يعني في اعظم من جوجل الايمج ريكوجنيشن والبحث في الصور وبدرس لك تفاصيل. طب ايش محتاجين؟ محتاجين ايش يعني اعظم من جوجل؟ ما هو انا في عندي حوالي، انت بتحكي على مستوى العالم، انا في عندي في العالم عقول بدي استفيد منها. تمام. Too many requests. كلكم فاتحين الويب سايت. هو عشان من نفس الاي بي بيطلع، فانه اوكي ما عملناش حاجه لسه. طيب على اي حال، على اي حال احنا وين حنروح؟ هنا على البدايه. بس رجاء انه تطفي الويب سايت حاليا، عشان حاطي لك فرصه انه انت تطبق. احنا بنروح على الرابط هذا لانه حطيت لك اياه. اول شيء على ليرن للديتا ساينس، بدنا نمشي على هذا المنهج. هيو هنا ليرن، وفي عندي بايثون، هذه احنا خلصناها خلاص. تمام. بس ايش مطلوب منكم؟ مطلوب منك انه انت تحل الاكسرسايزز اللي هنا. في عندك هنا اكسرسايز سهله بخصوص الفاريبل والسينتاكس والنمبرز، وهنا بخصوص الفانكشن. فمطلوب منك تحل اكسرسايز 2 4 6 8 10 12. تمام. وين بدنا نحله؟ بتفتحي هنا هذا السينتاكس، تقرأ كويس. هجيت انا زي ما لميت الهاكر رانك بروفايل تبعتكم، حالم الكاجل بروفايل، حورجيك الان كيف تعمليه بابليك عشان انه انا ادخل عليه. طبعا بدنا نشوف، نعمل تشيك انه مين اللي خلص، مين اللي ماشي معانا، ومين بدنا نطيره من الكورس، لانه انتم ماخدين مكان، في ناس محتاجه للتريننج وانت ماخد مكانه، تاخد بالك. هاي هنا بتفتح الرابط هذا في الاول، ليرن، بتدخلي على البايثون. جوات البايثون في انا عندي الاكسرسايز، هاي الاكسرسايز هيو فتح لي كيرنل. تمام. طبعا هنا في الكيرنل انه انا نزل لي انه في شغله انه لازم اعملها في الاول سيت اب، هيو ران عشان يعمل لي تشيك للانسرز. تمام. وهذه كمان متعلقة بالسيت اب، بشغلها. هنا بيجي بحكي لي انه بحكي لي to complete the question create a variable اسمه color في المنطقة هذه. تمام. واعطي له value معينة واعمل check للانسر. يعني هنا لو حطيت انا green زي هيك، وهي q0.check، هذا الكود ما كانش موجود سابقا، بس انا كنت حاله color بتساوي green. هاي check بيقول لي incorrect. بالضبط، هو بحكي لي انه النغمة تبعت الكلر هذا زي الجلو. فايش اللون اللي زي الجلو؟ blue. فبحكي لي انه correct. تمام. فهنا اقرأه كويس. طبعا هذا بيديني هنت، وهنا بيديني سوليوشن.
تمام؟ يعني هنا الهنت هايو your favorite color rhythm rhythms with glue. فعشان هيك بعرف انه لازم يكون بلو. تمام يا استاذ؟ صحيح. بس انه هو مجرد انه بتحداني انه عشان انه انا اخذ على البيئه على اكثر ولا اقل. بس طبعا هنا لو قيست واقعد تسوي الشغله هذه انه انت ممكن تعمل ان كومنت هنا وتقول انه ورجيني السوليوشن. طبعا هنا انت لو عملت زي هيك المخرجات تبعتك انه انت بس مجرد انه انت بس تعمل بتشوف السوليوشن بتحط لي اياه، بتشوف السوليوشن بتحط لي اياه، حتعدي ماشي تمام. بس بتيجي عند يعني المرحله الاولى انه البروجكت الاول اللي حاطين لك اياه حتصرف على شكل. تمام. بعد ما اخلص كل الاكسرسايز ايش بروح بسوي هنا؟ كوميت. طبعا هنا كنت حافظه انا اكثر من فيرجن، هاي فيرجن واحد، حيعمل لي فيرجن اثنين. اجيت حورجي لك بس يخلص الكوميت. هاي عمل لي فيرجن اثنين. تمام؟ بتروح بتفتحه هنا من الرابط هذا وبتروح بتختار هنا الاكسس على هذا الزر وبتحطه هنا بدل ما كان برايفت بصير بابليك. بس هنا بعد ما اعمل اوبن تمام تطلع لي هذه النافذه انه هنا هذه بعد ما انا عملت الكومنت لانه بيحفظ النوت بوك الكود مع الريزلت تبعته. هذه هي الميزه تبعت النوت بوك انه انا ما فيش داعي انه كل مره اقعد اشغل الكود، خلاص في الجوبيتر بيحفظ كود والريزلت مره واحده، بعمل له كومنت خلاص بنحفظ. فبالتالي اي واحد ممكن يفتح الرن تبعي ما فيش داعي يعمل ري رن، بشوف النتيجه. تمام. يبقى هاي الكود تبعي هنا حطيته هاي حاطه بلو محفوظ وهي النتيجه انه كوريكت. طيب كيف بدنا نحطه بابليك؟ هنا على هذا الزر اكسس هو بيكون باي ديفولت برايفت، بحطه بابليك هنا وسيف خلاص. كل اكسرسايز لازم انه تعملوه زي هيك. تمام. 2 4 6 8 10 12 اه احنا اوريدي خلصنا البايثون، انت بتدخل على الاكسرسايز مباشره. تمام. بعد هيك بدنا ننتقل هنا للماشين ليرنينج، بدنا ناخذ انترودكشن. تمام. ففي هنا عندي هنا شرح وفي عندي اكسرسايز. بس قبل ما هذا كله بدي ارجع هنا وبدي اروح على هاي اللي هو الماشين ليرنينج فور ايفري ون. بخصوص الكتب انا في عندي هنا رابط بايثون بوكس هذا، هنا عندي مجموعه كتب اوبن سورس. الكتب هاي في حد ذاتها هي اوبن سورس. هاي الكفر تبعها عده كتب. اول كتاب اسمه بايثون فور ايفري بادي، هذا من افضل الكتب. بيعرض بشكل ليش فور ايفري بادي؟ لانه بيعرض بشكل مبسط بغض النظر عن الباك جراوند. اللي انت اخذتيه في الـ في الـ في في الـ في الـ من بدايه الكورس لغايه الان في البايثون بيأهلني انه انا اشتغل داتا ساينس. بس هنا لاي مرحله انه الكتب بس يا جماعه شغلك اللي بوصلك لمرحله متوسطه. في شغلات كثيره هو مش حكي عنها لانه مبسط الموضوع بشكل كبير. تمام. في كتاب ثاني اسمه Think in Python، هذا انه لا في شغلات معروضه بشكل متقدم اكثر من هذا الكتاب Think in Python. فهذا الكتاب هي الرابط تبعه موجود هنا، يعني اوبن سورس، يعني احنا بنحطش هنا كتب، يعني هي البي دي اف تبعه كتب مسروقه. وهنا HTML وهنا EPUB لو بدك تقراه على الجوال. في كتاب ثاني كتير مفيد automating boring stuff with python. شو معنات هذا الكلام؟
بدنا نعمل اوتوميشن للبورينج ستاف. ايش البورينج ستاف؟ الشغلات المملة بالبايثون روتينية، تكتب لها سكريبت في عندك هنا بعرض شغلات كتيرة ممكن تعملها اوتوميشن في البايثون، تمام. في عندك الكتاب هذا برضو حنستخدمه، هذا الكتاب اوبن سورس بايثون داتا ساينس هاند بوك، تمام. هاي الكفر تبعه وهي الروابط تبعته برضو اوبن سورس، هاي الرابط تبعه، تمام. هذا للجيمز، لا مش 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 السكوب تبعكم حاليا. وهذا برضو جيمز، هذا دايف ان بايثون بس نسخة قديمة شوية، بس انا حطيته عشان اوبن سورس 2009، فبالتالي ممكن تركزوا على الثلاث كتب الاولى. نعم، هاي بخصوص الكتب. بخصوص الاكسرسايزز، هنا احنا بدنا نمشي نظام اكسرسايزز، بدي اشرح الكونسبت واشرح الاكسرسايز تبعه. في مدونة مهمة جدا احنا حنمشي عليها اسمها ماشين ليرنينج فور ايفريبادي، نفس النظام بيعرض الماشين ليرنينج بشكل مبسط للجميع. ماشين ليرنينج فور ايفري وان، زي كتاب البايثون فور ايفري وان، في ماشين ليرنينج فور ايفري وان. فبدنا نفهم الماشين ليرنينج احنا وين بدنا ندخل بالضبط. هذا الكلام احنا حكيناه في البدايه، انه الماشين ليرنينج بتقاطع مع انه انت تعمل فيتشر انجينيرنج، تتعامل مع الداتا داتا ساينس، تمام، مع الالجوريثمز والداتا مايننج والكلاسيكال بروجرامينج. وحكينا انه الموضوع الكبير هو الاي اي والام ال، الماشين ليرنينج هو سب فيلد من الاي اي، والنيورا نتورك هي سب فيلد بالماشين ليرنينج، وفي الديب ليرنينج هو عبارة عن سب فيلد من النيورال نتوركس. احنا بدنا نبدأ هنا الماشين ليرنينج التصنيف تبعها، ركز معايا لو سمحت عشان انه هذا كونسبت اساسي حيضلوا ماشي معانا لاخر الكورس. احنا في عنا كلاسيكال ماشين ليرنينج، ماشين ليرنينج تقليدية، تمام، وفي انا عندي reinforcement، وفي عندي ensemble methods، وفي عندي neural networks. هاي الاربع تصنيفات الرئيسية، يبقى classical، reinforcement، ensemble، neural nets. حنرجع لهم واحدة واحدة، احنا حنبدأ في الكلاسيكال الان بس نعرف الفروقات بين كل واحدة فيهم. classical انه هي تقليدية حشرحها الان. Ensemble methods الفكرة تبعتها انه انا بجمع اكتر من method وبعملها combination، هاي classical، انه احنا بنشوف كيف نطور method معينة او نعمل method معينة في الماشين ليرنينج نستخدمها. في الensemble بدنا نعمل اكتر من model نعملهم combination، كيف؟ حنحكي في حينه كيف. reinforcement هدول كله بيعتمد انه يكون في عندي بيانات، هاد لما ما يكونش عندي بيانات خالص، بدي اعمل ماشين ليرنينج ما يكونش عندي بيانات خالص، فكيف بده يتعلم؟ من البيئه، زي الطفل الصغير بالضبط، حطه في البيئه، هل عنده بيانات مسبقه؟ لا، بيجي ممسك حاجه سخنه لوحده، خلاص المره الجايه بيجي ممسكها؟ لا، فبروح بتعلم انه هذه، فكيف بتعلم؟ بضله انه يعني اسلوب الثواب والعقاب، reward and punishment. تخيلوا انه انا في عندي واقف عند المرمى وفي عندي واحد بضرب الكرة علي، وانا في عندي ثلاثة actions ممكن اسويها، ممكن اسوي زي هيك ابعد عن الكرة، وممكن اسوي زي هيك، وممكن اسوي زي هيك. فايش بروح بسوي؟ trial and error، بجرب المرة الاولى اجت الكرة في وجهه، لا هذا الاكشن مش ضابط، اخذت عقاب انه انا اخذت ضربة في وجهي. بعديها بجرب الاكشن الثاني انه بعمل زي هيك، برضو اخذ الضربة في وجهه. بعديها الخيار الثالث انه بجرب بعمل زي هيك، فبلاقي انه هذا بتجنب العقاب، فبلاقي انه هو لوحده بتعلم من البيئة، بنتركه في بيئة محدودة وهو بتعلم في البيئة. خلاص؟ كيف؟ هذا اشي ثاني، هذا اشي ثاني، حارس مرمى بدي احدد له جول. لو على سبيل المثال بدي استخدم الـ reinforcement learning انه انا احط هنا روبوت في الغرفة واقول له
بدي اقول له احط له جول انه انا مستوى الغبره لو زاد عن حد معين بدي اذبحك، بدي اخلص عليك. فبالتالي كل مره بيجي بخليه يعمل الاكشنز البوسيبل اللي هو ممكن يعملها، اللي هو تصمم انه هو يسويها. بجرب الاكشن الاول انه يشرب عصير، باجي ببهدله. بجرب الاكشن الثاني انه ينظف، بلاقي انه اخذ ريورد، بعطي له بزود له البوينتس، فبالتالي انه بتعلم لوحده من البيئه. وحارس المرمى بدك تحط له جول بنفس الكيفيه، كل مره انه بيجيبش بحققش الهدف من الوظيفه تبعته بياخذ عقاب، بياخذ عقاب، بياخذ عقاب، لغايه انه لما يتعلم كيف يرفع السكور تبعه. يبقى خلصنا مفهوم الانسمبل والرينفورسمنت والنيورال نتورك. هي شبكات عصبيه artificial neural networks انه inspired من البيولوجي، من دماغ الانسان. لانه فعليا الاي اي اول ما بدا من الخمسينات القرن الماضي، والانسان دائما لما بيحاول انه هو يخلق شغله جديده بتكون على مثال سابق. يعني بيجي بيصنع طياره، بيشوف الطائر في له أجنحة، في له ديل، بيعمل بدون ديل، بيلاقي إنه الديل لا في له أهمية. تمام؟ ففي مثال سابق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق بدون مثال سابق وبيبدع في خلقه. فبالتالي الإنسان أول ما فكر في الاي اي فبقول إنه الذكاء وين كله موجود؟ موجود هنا. فإحنا إيش بدنا نسوي؟ بدنا نشوف إيش في هنا خلايا عصبية، بدنا نسوي خلايا عصبية. وزبطت معه. بعد قديش؟ بعد تراكمات عديدة لسنوات عديدة. تمام؟ لأنه أنا في عندي هنا صعود وهبوط في الاي اي، وصعود وهبوط في النيورال نتوركس. لأنه التمويل في الشغلات هذه أنت بتقول أنه أنا بقى بدي أعمل لك اي 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 اي، بدي لك تمويل، في الأخير بتدي ليش نتيجة. فبالتالي بطلوا مقتنعين أنه إحنا ممكن نعمل اي اي. بعديها بعد فترة انه ممكن حدا يعمل شغلة معينة يرجع يقنعهم فيها، بيرجعوا باخذوا تمويل على مدار السنوات لغاية لما انه الاي اي يتقدم فعلا. نيجي الان للكلاسيكال ماشين ليرنينج. في عندي نوعين اساسيات، سوبرفايزد وان سوبرفايزد. تفضل. تمام. هي مش انفينيتي، بتضلها انه ليميتد فاينايت في الاخير. لما اجي اقول لك انا بدي احط روبوت في الغرفه هاي سبيس، بس السبيس انه حسب ابعاد الغرفه. انا صممت الروبوت بيسوي 5 اكشنز، تمام، وبتنقل في المسافه اللي طولها 6 متر مربع. فبالتالي البروبلم فاينايت، جرب انت قد ما بدك، وكل ما تغلط بدي اعاقبك لغايه لما تتعلم. صحيح، انا ما عنديش بيانات، انا ما عنديش بيانات، بس ايش؟ بالضبط. فانا كيف؟ لا لا لا، انا بقول لك انا بصمم الريبورت بخليه يسوي 5 اكشنز او 7 اكشنز فاينايت محدودة، وبحطه في سبيس ليميتد بيقدر يتحرك فيه. فبالتالي انه بضلوا يجرب فيها لغاية لما حسب الرولز او القواعد الثواب والعقاب اللي انا حطيت له اياها. بعدين في الالغوريثم بتاع شركة الجصة الموضوع اعقد من هيك، يعني حتى هو لو وصل للاوبتيمال باث تبعه في بنحطك او نسبيا انه يروح يجرب حاجه جديده حتى لو هو واصل، بسميها ماكسيمم اوبتيمال حاجه هيك ناس المصطلح. هذا في في النيورال نتورك، في انت عندك اللوكال ماكسيموم والجلوبال ماكسيموم، او مش ماكسيموم مينيموم. لو احنا بندور احنا بنقول احنا قايلين له اوكي
هذا الباص انت 100% وروح تمام وماخذ ريورد بس مش الاوبتيمال. لا تروح جرب حاجه جديده مش الاوبتيمال. ندير في خوارزميه رقم واضح جدا عشان نروح نجرب حاجه ثانيه لانه يمكن في حاجه اصلا مش يعني اوفر هورايزن هو افضل من اللي هو واقف هو هو استكت في اللوكال 100%. هو عالق في اللوكال فاحنا بدنا نديله دفعه انه يطلع منه بالضبط. نعم هذا في النيو نتوركس حنتعرض له. نعم انا بدي له اوبجكت بدي له اوبجكتيف او سكور انه انت لو انت حليت الاكسرسايز بحط لك انه على بحط لك سكور عالي ما حليتش الاكسرسايز بحط لك سكور منخفض وبعاقبك. لا بحط له في الرول انه الاوبجكتيف انه ارفع السكور تمام فبالتالي بروح بتجنب الشغلات اللي بتنزل سكور وبيسوي الشغلات اللي بترفع السكور. انت لما هذا شغله بروجرامينج مش ماشين مش يعني مش بناء على بيانات. هاي بدي اوصل لك اياه الجوريثم بالضبط. الجوريثم مش بتعاملش مع بيانات بقول له اذا كان عمل يعني اذا كانت النتيجه كذا فبالتالي انه في عقاب كذا 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 والجول تبعه بضله يدور يعمل سيرش. هي عباره عن سيرش بروبلم فعليا بضله يعمل سيرش 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 لغايه لما يدور على الطريقه اللي يرفع فيها السكور ويتجنب انه ينزل السكور. كيف؟ صحيح. انت في عندك سيرش الجوريثمز معروفه في الاي اي وبده يعني انه يستخدم واحدة منها لانه تفرق هي في الاوبتيماليتي تبعتها او في التايم كومبلكسيتي تبعها فبتستخدم لك واحدة من طرق السيرش وبوجد الحل. في حدا بده يسال هنا؟ لا كنت بحكي انه اصلا قبل ما يكون اي خطوه بكون عامل مربع باسمه بكون حاطط فيه زي تربه انه مثلا هاي المربع فيه فوق 15 والمربع الثاني فيه اقل من 15 لا هو بكونش عارف هلا بكونش بفيش فيه تنبؤ. لو في تنبؤ بده يكون انه انا في عندي بيانات تمام فهو ايش بروح بدب حاله في الاكشن ان صح التعبير وبشوف النتيجه ساعتها وبعديها الخطوه الجايه بصير بقول لا هذا الاكشن لا هذا الاكشن بحرق لي ايدي بديش اسويه بالضبط. فهو فعليا بتعلم من البيئه ومن التجربه تبعته. نعم لما بتحضر الداتا بتاعته بتصير بيتعامل مع صفر او زيرو صفر صحيح. لما بدك تحضر فيها البيانات بدك تحضر فيها بيانات يعني محليه يعني لوكال في عنده القدره انه هو يتعلم من البيانات الجديده ومن البيئه الجديده اللي موجوده فيه عنده. موضوع مظبوط. في أسئلة كمان؟ لا 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 بدي عشان إنه أدى في لا إذا في أسئلة إنه it's mostly يعني إنه يعني مرحب فيها على الآخر. في أسئلة؟ بدكم reward للأسئلة يعني؟ طيب. reinforcement بدون داتا. صرف النظر. آه. مثلاً طبق خوارزمية كيميات. إحنا في عنا حاجة أكثر من الكيدات من الداتا حالياً. إحنا في عنا انفجار في من في البيانات. يعني هي بدها تتحكم في نوع الخوارزمية النتائج. إحنا من الهدف تتحكم فيه مباشرة. صحيح. بس لما مثلاً أطبق مثلاً خوارزمية معينة. حكيت هنا انه انا ذكرت الظرف انه متى استخدم هذه في حال انه ما عنديش وجود للبيانات بس هدول الثلاثه كيف بدي استخدمهم حسب البيانات لسه ما ذكرناش بدنا نتعرف عليهم في الاول بدنا نتعرف عليهم في الاول وبعديها هنا حدد طريقه الاختيار. هنا في عندي هنا جايد لاينز انه انا كيف اختار وين اروح بهذا الاتجاه ولا هذا ولا هذا كيف لا ممكن نروح باتجاه يعني هنا انه يعني انا ممكن اجرب الانسمبل والانسمبل ما جاب ليش نتيجه ساعتها ممكن اروح على الديب ممكن بس متى استخدم الديب مباشره هنحكي عليه انه متى اني انا استخدم بس خلينا نتعرف عليهم كيف ممكن اطلع معنا من
هاي الشغلات اللي انت بتحكيه هي هذه اسمها انسمبل، لانه انا بعمل كومباينيشن بين اكثر من ميثود. بس اللي انا بحكيه انه جربت هذا المسار ما جابليش نتيجه كويسه، ساعتها بجرب مسار ثاني، انه ببني الموديل بطريقه مختلفه، لانه هذا مش قادر اجيب فيه نتائج كويسه. طيب الكلاسيكال ماشين ليرنينج في منه نوعين، سوبرفايزد وان سوبرفايزد. سوبرفايزد معنى ذلك انه انت بتعمل له السوبرفيجن في عمليه التعلم، تشرف عليه بالضبط، بتقول له انه خلي بالك انه لما يكون الانبوت زي هيك بيكون الاوتبوت زي هيك. فبالتالي هنا انه الماشين ليرنينج موديل هو عباره عن داله، نتخيله هيك بشكل مبسط، عباره عن داله بدي له انبوت اللي هو الاكس عشان يطلع لي الواي، يبقى الاكس هو الانبوت والواي هو الاوتبوت. فهذه الاكس هي الانبوت انا بقصد فيها البيانات تبعتي، تمام؟ هذا هو سوبرفايزد، تمام؟ فبالتالي سوبرفايزد معناه انه خلي بالك انه بدي له الصوره، بقول له هاي الصوره قلم، بدي له صوره ثانيه هاي تفاحه، هذا سوبرفايزد. فهو بروح بالضبط بتعلم من الصور الكتيره انه شوف ايش نمط القلم وايش نمط التفاحه، وبصير بيعلم انه يعني بتعلم انه لما تجي صوره جديده انه يعمل بريدكت لها. اما الان سوبرفايزد بتعلم لوحده، فيش عندي اوتبوت، مش مطلوب منه يطلع اوتبوت. ايش في انا عندي؟ بعمل له انبوت لفيتشرز بس. ايش الناتج اللي بيسويه؟ انه بروح بعمل لي حاجه اسمها كلاسترنج او باترن سيرش. ايش الكلاسترنج؟ تجميع للبيانات. يعني اضرب لك مثال في البزنس كتير مستخدم، انه انا ما فيش عندي تصنيف مسبق للكاستمرز اللي عندي في الشركه، هاي البروفايلز تبعتهم. البروفايلز كانه كبيانات، انه هاي جمع لي الكاستمرز اللي بيشبهوا بعض، حط لي اياهم في كلاستر واحد. ايش يعني بيشبهوا بعض؟ نفس الفئه العمريه، نفس الدخل، نفس الاستهلاك، نفس شغلات. هذه الشغلات اللي انا كنت احكيها كلها فيتشرز. فايش بروح بدور سيميلاريتي بتوين الفيتشرز والاوبجكتس اللي بتشبه بعض، بروح بحطها في نفس التجميع في نفس الكلاستر، تمام؟ هذا بالنسبة لكلاسترينج. أما بخصوص الباترن ماتشنج، بروح بعمل أسوسيشن. يعني على سبيل المثال سوبر ماركت اللي جنب بيتكم بعمل أسوسيشن عليك. إيش يعني؟ كيف؟ انت اشتريت زبدة مع حليب وقول لك اكيد بيعمل كيكة، تمام؟ بتروح انت بتشتري مثلا ناس كافي، بروح بقول لك خي تفضل هاي كمان كافي ميت معه. فبالتالي بروح بتطلع حسب الترانزاكشن انه كل سلة في انه فيها ناس كافي لازم يكون فيها كافي ميت، كل واحدة فيها زبدة لازم يكون فيها حليب. هذا أشهر مثال. في كتير شغلات إنه في تطبيقاتها في البزنس إنه موجودة، تمام؟ هذا في حال إنه هذه أول شغلة أنت بدك تسويها عشان تستكشف البيانات. أنت جديد على البيانات، تمام؟ ممكن تسوي الشغلتين هذول، تعملهم يعني تجمعهم في تجميعات، تمام؟ تشوف جمع للكاستمرز كيف، وممكن تشوف إنه أنماط معينة أنت موجودة عندك. أما لك لا، كله داتا ساينس، كله داتا ساينس. بس بحكي انا على الكلاسترينج والباتل سيرش، فيش اي اي. ليش فيش اي اي؟ كل هدول الميثودز انه يعني ماشين ليرنينج الجوريثمز.
كله ماشين ليرنينج. هذا 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 ماشين ليرنينج بس هذا هذا ماشين ليرنينج بس ان سوبرفايزد. معنى ذلك انه انا بديلوش بشكل مسبق انه يفترض انه تطلع لي هذا الواي، فهو لوحده بروح بتطلع على الانماط اللي بتشبه بعض، بروح بحطها في شقة واحدة زي هيك. طيب نرجع حين على السوبرفايز اللي احنا حنبدأ فيه. في السوبرفايز فينا عندي شغلتين، وين ها ريدكشن؟ هذه دايمنشناليتي ريدكشن، انه انا في عندي البيانات في عندي دايمنشنز تبعتها عالي بدي اقلله، هذا بعمل ترانسفورميشن. ان انا عندي مثلا على سبيل المثال داتا سيت فيها 10000 دايمنشن، ايش يعني 10000 دايمنشن؟ لما احكي لك داتا سيت تخيلها زي الداتا بيز بالضبط، انه في انت عندك 10000 عمود، هدول بدي اعمل لهم مابنج يصيروا 300 بس. في طرق انه انا اعمل ترانسفورميشن للبيانات، فعشان هيك هاي unsupervised. تمام؟ طيب في السوبرفايزد اللي احنا هنحكي عليه حاليا في عندي two tasks، classification وregressions. regression classification لما تكون انا عندي التارجت المفروض انه انا اتنبأه اللي هو الواي nominal. ايش يعني nominal؟ مش ايش؟ ترانسليت جوجل. لا ريجريشن رقم نيومريك. طيب يبقى الكلاسيفيكيشن بستخدمه مع نومينال نومينال تارجت. تارجت انا بقصد فيها الواي. ايش يعني نومينال؟ نومينال انه كاتيجوريز زي ايش مثلا؟ بالضبط هابي ساد. مطلوب انه اعمل التارجت تبعتي انه انا اتنبأ بالايموشنز، انه فير انجري ساتيسفايد. فبالتالي في عندي فئات، تمام؟ زي انه ايموشن، يبقى التارجت هنا عندي انه كلاسيفاي ايموشن. اما الريجريشن هاي مع النيوميريك نومينال. لا نومينال مش مالتي نوميال. لا ما حكيتش انا بوزيتيف او نيجاتيف او ترو او فولس. نومينال نومينال اتريبيوت اسميه، معنى ذلك انه الكاتيجوري فيها اكتب نومينال اتريبيوت بيجيب لك اياها على جوجل. صح انه انت عندك عده فئات زي المثال اللي احنا ضربناه حاليا. النيوميريك اتريبيوت او النيوميريك تارجت اللي هو الواي تبعي هذا اللي انا بدي اتنبأه هو عباره عن رقم زي ايش مثلا؟ البرايس، هوم برايس. او مثال ثاني فيول كونسامبشن، استهلاك الوقود. استهلاك الوقود نمبر كونتينيوس. نيوميريك يعني كونتينيوس. كيف؟ فئات. فئات. طب لو كانت البيانات انا عندي 10 20 30 نيوميريك بس ديسكريت ولا كونتينيوس؟ ديسكريت. فعشان هيك الافضل انه نسمي الاشياء بمسمياتها، انه هاد نيوميريك انه التارجت تبعي عباره عن نمبر باختصار، سواء كان ديسكريت او مش ديسكريت. ريجريشن. فممكن يكون سعر البيت مثلا 40 او استهلاك الوقود 40 ويطلع لي الكلاسيفاير مثلا 41، بيكون في ايرور بس انه بيطلع لي رقم يعني انه زي هيك. ممكن اعمل له معالجه، هذا حنحكي فيه لاحقا يعني. تمام.
فهذا يبقى classification و regression معنى ذلك انه حسب ايش؟ التارجت، حسب التارجت. هذا الكلام يبقى هنا انا بشتغل على classification problem او regression program حسب التارجت. انت ايش بدك تتنبأ؟ بدك تتنبأ بنيوميريك ولا نومينال؟ نيوميريك regression، نومينال classification. طيب نشوف ايش في. انا عندي ميثودز، واضحه الامور لغايه الان؟ في عندي في الكلاسيفيكيشن كيانان. نعم، نومينال واوردينال. اوردينال بيكون في بيناتهم ترتيب، يعني على سبيل هذا حنيجي في الفيتشرز، بس الفكره انه الاوردينال هو سبيشال كيس من النومينال. نعم، اوردينال انه على سبيل المثال انه مثلا انه باجي بسالك انه انت بتاخذ الفطور كل يوم، يعني انت بتفطر، بسالك انه انت بتفطر، فممكن انه انت ترتب الخيارات تبعتك، ممكن تقول انه نيفر، بفطرش بالمره، ممكن تحكي انه ريرلي، نادرا. الدرجة اللي بعديها ممكن تحكي انه often، يعني انه او often، انه انت غالبا، او انت every day، انه انت بتفطر. فبالتالي ال 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 يعني هنا لو اجيت انا رتبتها هنا الاوردينال انه الترتيب له معنى، هاي المقصود فيه في الموضوع. بس هنا هل الترتيب هذا له معنى؟ لا، تمام. فبالتالي هنا اوردينال ممكن اقول رير، وهنا sometimes، وهنا often، وهنا اول قبل never، هنا sometimes or often. انه اوكي نفس الاشي، بس انه ممكن نحكي هنا every day. فبالتالي هنا الترتيب هذا له معنى، تمام؟ نعم. نيجي للكيانان، كي نيرست نيبور. ديسكريت. نعم. AI في مدقق املائي هنا. هاي هذه Angry R. طيب ايش الفكرة تبعته؟ هذا بنسميه مهم جدا انه انت تاخذ فكرة عن Machine Learning Algorithms عشان تعرف ايش هذا المزايا تبعته، متى استخدم هذا. بنسميه هذا Lazy كلاسيفاير، المصنف الكسلان. في اي بايثون؟ ليزي ايش؟ ليزي لودينج. هذه في الفلاسك، انه هو ليزي لودينج، انه بعمل لود للموديول انه في حال انه احتاجه، تمام؟ هاجيت هنا فعليا الكينرس نيبر ببنيش موديل على الاطلاق. ببنيش موديل على الاطلاق. كيف بصنف؟ بصنف وقت البريدكت. بالضبط. فايش بروح بسوي وقت ما بحتاج؟ فبروح بعمل، يعني هنا لما بدي اعمل
انه classify ساعتها ايش بروح بعمل search for k neighbors تمام get their class label لما احكي class label معناها انه ايش هو ايش هو الكلاس تبعهم ايش التارجت تبعهم تمام وانه حدد يعني هنا classify x وهنا بعمل assign x label اللي هو الما ماجرت ماج label يعني على سبيل المثال عشان هيك الكي دائما لازم تكون odd يعني لو حددت الكي 3 هو فعليا بعمل هذا في شيء فيه تريننج بالمره كسلان بروح بدور في كل البيانات بروح بجيب اقرب 3 بيشبهوه كيف اقرب 3 لو انا مثلا على سبيل المثال انا في عندي الايج الانكم المستوى التعليمي بروح بجيب اقرب انستانسز لهذا الانسان للاكس هذا اللي انا بدور عليه اللي بدي اصنفه تمام شوف ايش الكلاس ليبل تبعهم واعمل فوت بيناتهم واعمل اساين للاكس هذا بنفس الليبل يعني على سبيل المثال جاب اقرب 3 انه جاب اقرب 3 انه 1 زعلان و2 هابي لما اعمل فوتينج لهدول الثلاثه الليبل النهائي ايش بيساوي فبالتالي النيو اكس هذا بيصير انه هذا هو المبدا تبعه ببساطه تمام هنا بيستخدم فانكشن بيستخدم سيميلاريتي فانكشن كيف بدي احدد انه هذا بيشبه هذا similarity function تمام ايش في عندي similarity function في عندي كتير قديش قيمة الكي الجايدلاين انه المفروض تكون odd بس المبدأ بيعتمد trial and error يعني ممكن نجرب 3 جرب 5 جرب 7 مين بيجيب لي نتائج اكتر نتائج افضل ايش يعني كقيمة متقاربة؟ لا هو بيدور في كل الفيتشرز بيجيب السيميلر بناء على كل الفيتشرز لا ثلاث جيران ثلاثة سيميلر انستانسز انا بحكي على مستوى السجلات مش على مستوى الاعمدة تمام؟ وهنا خمسة سيميلر انستانسز هنا سبعة سيميلر انستانسز هدول الثلاثة والخمسة والسبعة عبارة عن instances فيهم كل الـ attributes تمام؟ واضح لغاية الآن؟ لأنه كيف بدي أعمل؟ ولو واحد جاب لك happy والثاني sad إيش بدك تختار؟ ليش تحيرني؟ تمام؟ لو عندك سؤال ما تتردد لأنه هذا أساس لانه انا بدي اجي اسالك بعد هيك في البروجكت انه انت ليش اخترت هذا ليش اخترت الفاليو هذه اذا ما كنتش فاهم صح او في ريال بروبلم في البزنس تمام انه انت ليش اخترت الميثود هاي لو ما كانش في عندك مبررات معنى ذلك انه انت يعني يو ار بلاينج وذ ذا تول فقط لا اكثر ولا اقل انه انت بس مجرد انه انت عندك اداه وبتلعب فيها بدون اساس تمام زي الهاكر الهاوي والله في عندي برنامج بجيب لك الباسوردات كلها تمام كيف بيشتغل برنامج ايش عمل بجهازك عشان يجيب لك تفضل كي مينز كلاسترينج لا هذا كي ان ان نفس الفيتشرز هاي بس الديمنشناليتي اللي بتقدر تسوي
بدك تعمل بريبير للديتا وتوحد الدايمنشناليتي عشان تقدر تستخدم هذا الالجوريثم. ما بينفع اني احط شغله على الداتا سيت ثاني مره على الداتا سيت ثاني مره، لا لازم انه ترين وتست انه نفس الدايمنشناليتي نفس ال انه الداتا سيت يعني انه هم يعني متجانسه انه من نفس التايبس انه الاتريبيوت من نفس التايبس من نفس من نفس الترتيب. اه انت عندك داتا سيت جايه استراكشر معين وطلع او بتعلم داتا سيت ثاني استراكشر مختلف فيتشرز مختلفه وبتطلع نفس الاوتبوت. وانا استخدمت الكي مينز عشان كيران عشان يعمل كلاسيفيكيشن. فهل صح اني اجمع هذول الفيتشرز المختلفه الجديده من مصادر مختلفه مع بعض؟ نعم. ولا انت شغل الكي مينز كيران هنا؟ هو يفترض ان انت تعمل في مرحله البريبريشن في البدايه ان انت تعمل كومباين للديتا. بالضبط حنشوف في الباندا كيف تعمل جوين للديتا فريمز وهو نفس الجوين في الداتابيز بالضبط. لا ما هو بده يكون الجوين لا بده يكون الجوين بدك تعمل بري بروسيس للبيانات. تمام. بالنسبه لاخر سؤال بس يعني مثال يحسن النوت باد. بالنسبه للفوت سال هذه لان هذه الكره جاهزه كان هيك شغله ممكن الكره باي لغه تنعمل فيش اي مشكله بس يمكن طريقه طريقة الكتابة مش for each أو move على كل الأتريبيوتس إلى آخره. يعني هل في أسلوب تاني في البايثون أو أي لغة للبحث غير اللي إحنا تعلمناه؟ يعني أنا سؤال أسرع. يعني عندي 100,000 عندي مليون عندي 2 مليون واحد لازم ألف عليهم كلهم وأبحث بعدين أرجع أصمم. لا هو الكين أن في أوبتمايز للسيرش. في 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 موضوع السيرش انه في طريقه اوبتمايز بس انا ما فتش في التفاصيل تبعتها. تمام. بس احنا ككونسبت انه هو كيف بيشتغل انه بيشتغل بالكيفيه هذه. في انت ممكن تعمل حاجه انه يعني بطريقه مبسطه انه انت بتعمل افريج مثلا بتروح بتجمع تجميعات معينه يعني كل 100 بيشبهوا بعض فبتروح تعملهم ريبريزنتيتور انه مش فيتشر جديد وزي زي المتوسط لهم انه زي سجل بيمثل هدول المية. تمام. فانت بتروح بتشوف بتقارن بين الممثلين في الاول وبعديها ممكن تدخل في جزء معين تدور بشكل ادق اكتر. يعني في اوبتمايزيشن للالجوريثم ما دخلناش فيه يعني بس هنا ككونسبت انه احنا كيف ممكن احنا نصنف كيف نخلي المشين انه هي تتعلم انه هي تصنف. روح جيب لي اكتر كي بيشبهوا هذا الايتم شوف لي ايش الكلاس تبعهم احطه نفس الكلاس الكلاس الغالب. بدها تكون ستراكتشرد البيانات اول بعمل بدي اعملها ستراكتشرينج اكثر شيء شبه بعض يعني بيشبهوا هذا العنصر شوف لي الليبل تبعه شوف لي الليبل تبعهم شوف الليبل الغالب الميجو يعني الدوميننت وحطه. طيب نشوف الجوريثم ثاني اللي هو سبورت فيكتور ماشين. تمام. الهدف تبعه انه find the line that separates data او يعني انه data according to classes. فهنا support vector machines في اسف الماشينز. فهنا لو شفنا الصورة انه انا في عندي هنا بيانات من نوعين. تمام. في انا عندي هذه النقاط اللي باللون الاحمر هذه من كلاس وهذه من كلاس تاني.
تمام. الوظيفة تبعته إنه يوجد اللاين هذا بشكل مبسط 2D. هذا كلام بده يتطبق على الاندي الان دايمينشنال سبيس، تمام. فبالتالي السيبريتور هنا بيكون في 2D عبارة عن لاين، في 3D ايش بيكون؟ بلين. في اكثر من ذلك ايش بنسميه؟ هايبر بلين، بس احنا ما بنقدرش نتخيله، احنا بنقدر نتخيل لغاية 3D. فبالتالي هنا انه find the line that separate data، اللاين هذا طبعا في حال انه we plane 3D انه الان dimensional بده يكون hyper plane. فبالتالي ايش بروح بسوي؟ فينا عندي كيرنال فانكشن اسمها جوا، تمام، بتروح انه بتحط اللاين انه يكون زي هيك. تخيل شوف المؤشر معايا كيف زي هيك، بلاقي انه في ايرور عالي. طيب جرب اعمل له ازاحه هيك شوي، طب جرب اعمل له ازاحه هيك شوي هيك شوي، لغايه لما يجيب افضل زاويه بتفصل فعليا البيانات، تمام. طب في حاله البيانات كانت مش سيبرابل، بروح بعملها ترانسفورميشن. في تفاصيل جوا كتير ما بدناش ندخل فيها، بس الفكرة الأساسية في السبورت فيكتور ماشين إنه يوجد اللاين أو الهايبر بلين اللي بفصل البيانات. فبالتالي لما أوجد باجي في الكلاسيفيكيشن إيش بسوي؟ بقول اللي فوق اللاين كلاس واللي تحت اللاين كلاس تاني بس. هذا interpolation. interpolation انه انت عندك مجموعة نقاط وبتروح تعمل line انه بيحدد سلوك هاي البيانات. هذا اسمه interpolation. اما ال line اللي انت بدك توجده اللي بعمل separate للdata انه بتكون حسب الclasses، تمام؟ شو؟ انت سكرت. كيف؟ وين؟ وين السيمي سوبرفايزد؟ لأنه هو عبارة عن دمج بين هدول الشغلتين. بيستخدم من هاد ومن هاد. كيف؟ لا احنا فهمنا بشكل اساسي، فهمنا انه classification للنومينال regression. هاي الالجوريثم لازم نفهمها عشان احنا بدنا نطبقها الان. راح نطبقها من ناحيه التطبيق، راح نطبقها، لكن كفكره اساسي كاساس رياضي هذا تريننج مش اكاديمي، يعني انه مش حندخل في تفاصيل الالجوريثم. طب خلينا نتوقف هنا ونكمل المرة الجاية في هاي الالجوريثمز، وبناخد اكسرسايز على الكاجل. بس في عليكم واجب يوم السبت. كيف؟ على الكاجل. يوم الاثنين. تمام. فصل الثاني. تمام. يوم الاثنين ان شاء الله.